طب يمكن الانتخابات دي كانت من ضمن ايضا النقاط شديده الوضوح واللي هي ايضا ساطعه ضوءا في العمل السياسي في دور الستات والفتيات المصريات في الحشد الانتخابي، يعني انه تشجع الناس تنزل وتدلي بصوتها، وفي نفس الوقت شفنا كمان انه على ما يبدو بالنظر انه هناك عدد ضخم جدا من الستات والفتيات المصريات كانوا واقفين قدام اللجان للإدلاء بالأصوات، فأنا بعتقد أنه نسبة الستات السنة دي أكتر كمان من النسب خلال الاستحقاقات الماضية. يا رب يا فندم، احنا بالعين المجرده كده السيدات كان والفتيات كانت متواجده بكثافه شديده في كل محافظات مصر في كل اللجان اللي ليها فيها اصوات. طبعا ما عندناش النسبه بس احنا شايفين، يعني العين ما بتكذبش يعني. صح. اعتقد السيده المصريه المره دي نزلت مش بس عشان تكمل انتخابات وتدلي بصوتها، ولكن الإقليم المشتعل والبلاد واللي حاصل في البلاد المجاورة عندنا يخلي المرأة المصرية بتأكد على أنها خط دفاع أساس عن بلدها وعن دولتها وعن استقرارها وعن أمنها وعن أمن ومستقبل أولادها. فكان في نوع مختلف المرة دي من التصويت، أن الستات شايفة أو سيدات شايفين إن الاستقرار مهم في الفترة القادمة، إن القوة والركيزة والأمن والأمان أهم من أي حاجة في الدنيا. ممكن يكون في أزمات اقتصادية، ممكن يكون في يعني عارف، أنا في الوقت ده كنا بنسمع السيدات تقول لك إحنا ناكلها بدقة بس تحت بيتنا وتحت سقف بيتنا إحنا في أمن وأمان. سمعناها كتير قوي. صحيح. سمعناها كتير قوي. واعتقد الاحداث كمان كانت بتخلي السيده المصريه تنسى كل حاجه، احنا اكننا كنا داخلين حرب، يعني كانت تلاقيها نازله كده قدام اللجنه بتحارب بصوتها، ما بتملكش غير الصوت ده تحطه في الصندوق وتاكد على ان عايزه استقرار بلدها وعايزه بلدها بتتقدم. وكمان مهم جدا ان فعلا ان الست السنوات القادمه هيبقى نوع من الحصان، بس ده لا يختلف بقى ان احنا كمان لسه بنحلم، يعني هنحسب اللي حصل في السنوات الماضيه، ولكن صدقني احنا في احلام كثيره ومتوقعين نجاحات اكبر وملفات اكثر تفتح للمراه المصريه والفتاه المصريه. كل مره بقول ان ما خدناش حقوق في هذا العصر، وما خدناش حقوق مع قياده سياسيه عندها اقتناع كامل بدور وبحقوق المراه المصريه، هيبقى صعب جدا في الاجيال القادمه تحصل على هذه الحقوق. باب اتفتح لنا، لازم يعني نحصل على كل ما نقدر عليه في هذه الفتره.